الوضع سيء قوي. اني ما بيش مرتبات ثمانية شهر، النص حالتهم حالة سيعة قوي. وذا الحين معيشة لا في يد أرحم الراحمين بس. ها؟ والأسعار بترتفع. كل شيء بترتفع، الغاز، الأسعار، كل من يوم ليوم أغلى أغلى أغلى. رمضان هذا مرتفعة. لا وهذا ما يناسب خاصة الموظفين الذين هم أصحاب الكروت. ما بيش معهم فلوس، ما بيش معاشه. ضروري يهتموا يعطوا معاش لرمضان على الأقل. مش قادرين نشتري أي شيء لأن ما فيش أي حد يعيننا ولا في أي حد غير الراتب هذا اللي راكنين عليه مقطوع، ما يشندونا رواتب. وانتو دارين ان في هذه الظروف الناس مش قادرة تعيش، اكثر الاسر مش قادرة تعيش وانتو عارفين وعندكم علم.